مساء الخير. الدنيا أم، قديش هالكلمات وهالكلمتين تحديداً هن كتير بسيطين، بس قديش قادرين يعبروا عن كل شي جواتنا، قادرين هالكلمتين يختصروا كل مفردات اللغة العربية بتعبير عن شي نحن منحسه كلنا تجاه أمهاتنا. يمكن نحن اليوم عم نعيش بعالم مليء بالأوجاع، مليء بالحروب، مليء بكل الأشياء السيئة اللي ممكن نتخيلها، ولكن بتبقى الأم هي المساحة الصغيرة اللي قادرة تحسسنا بالأمان وقادرة تحسسنا بالسكينة. الله يخلي كل أمهات الكل ويرحم كل أمهات يمكن لهن الموتى واليوم ما أنوا موجودين مع أولادهم ليحتفلوا بهاي المناسبة، والله يخلي كل أمهات الموجودين والعايشين لحتى كلنا نبقى بألف خير. شهور وانتي حملتيني وبعد تعبت كتير لجبتيني وعذبتك كتير لتربيني وكل هالشي ما بين فيني يا مو كافيكي ربي وحده القادر يكافيكي ارضي علي من قلبك وسامحيني ربي طول عمرك ويخليكي يا مو يا مو يا ست الحبايب يا مو يا مو يا مو يا ست الحنايب الله يحمي هالصوت تيتار. أكيد صار وقت نرحب بضيوفنا اللي موجودين معنا اليوم بحلقة خاصة بعيد الأم. مثل ما خبرناكم هاي المناسبة اللي كتير مهمة وفي كتار بينطروها من سنة لسنة وفي كتار بينطروا حتى ليسمعوا كلمة ماما. بس نحكي عن أم الدراما السورية أو أكثر ست هي كانت مثال لقلب الإمرأة اللي قدرت تعطي حب وحنان على مدى سنين كتير طويلة وعلى مدى أجيال. هالست اللي عم نحكي عنها جابت بنت وهالبنت صار عندها ولد. هذا الولد هو كان جداً غالي على الأم اللي موجودة معنا لليوم وربته واعتنت فيه وحتى مسكت إيده لمشيت هي وياه بطريق الشهرة سوا. هالشاب كمان تجوز وصار عنده ولد صغير وصبي صغير كان أيضاً بمثابة حفيد وأبن لهي الأم اللي هي على مدار سنين كتير طويلة كانت عم تعطي وحتى مثلت بحياتها مثل ما كانت عم تمثل بالدراما السورية دور الأم على مدار السنين. أكيد نرحب معنا بالست الفنانة القديرة الأم أنطوانيت نجيب. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك معنا. شكرا حبيبتي. أهلا وسهلا فيك. أنا أم سورية كلها، أنا هيك بعتبر حالي، يعني أنا كل أولاد سوريا هن أولادي مع أولادي اللي هن أولادي. يخلي لك ياهن ويخلي لنا ياكي. يخليكم يا رب. نعد عليكي بكل خير. كمان أكيد نرحب بضيفتنا أيضا الفنانة يعني اللي اشتقنا لها كثير عبير شمس الدين، كمان عم نحتفل فيها اليوم. أهلا وسهلا فيكي معنا، يسعد مساكي. أهلا وسهلا فيكي حبيبتي. يعني عبير أنت فنانة تركتي بصمة من زمان كثير، هي بصمة قديمة، ولكن كمان الأمومة هي بصمة بحياة المرأة وكل امرأة يمكن من هي صغيرة بتحلم بالفستان الأبيض وبتحلم بفكرة الأمومة بحد ذاتها، ولكن التنسيق بين الحياة العائلية
والحياة العملية مع يمكن الفن أو مجال الفن اللي هو أكيد مجال صعب أكيد. يمكن على الأم بوجود أطفال بحياتها طبعاً. هنحكي بكل هاي التفاصيل بسهرتنا لليوم. يرحب فيكي تيتار، أهلا وسهلا فيكي، ويخلي لك هالصوت. شكراً. الغنية بلشنا فيها يمكن ما في حدا ما بيحبها وما أنا حفرة بذاكرته صح. ليش قررتي اليوم تبلشي فيها؟ في إلها قصة بدنا نعرفها. هي لأنه أنا غنيت، نزلت الكوفر تبعها، غنيت الكوفر ونزلتها من يومين. هي هدية لأنه لماما، حسيتها أحلى هدية ممكن أني أهديها لأمي. أحلى هدية فيك تقدمي لي إياها بهي المناسبة، يعني يمكن كل أم تنطر هاي المناسبة لحتى هي يجيها هدايا، ونحن وصغار كنا نحن كمان نجيب هدايا يمكن لأمهاتنا ولليوم، يعني اللي لسه هيك الله يخلي أمهات الكل بيحتار يمكن بهاي المناسبة كيف بيقدر يقول لها شكرا بهذا النهار. ست أنتوانيت، أنت اليوم أم وتيتا أيضا. لا أنا علي ركبة، يعني صار علي اسم تاني، يا تيتا كلمة تيتي لأنه أنا صار أحفاد يعني. أحفاد الله يخلي لك ياهم جميعا. أنا عندي بنت واحدة وعندها صبيين شابين، زوجناهم بسنة واحدة، ولا كل واحد جاب يعني حفيد إلي ما شاء الله. فيا تيتا كلمة تيتي. كبرت العائلة. طب برأيك كلمة أم جربتيها وكلمة طبعا. تيتا جربتيها، شو الفرق بين الاثنين او اي كلمه بتحسيها هيك اقرب لإلك؟ الاثنين من قلبي هدول طالعين. الاثنين من قلبك اكيد، يعني هلا بقول لك مو اغلى من ولد الا ولد الولد. هذا يعني من يوم معروف هذا المثل طبعا يعني. طبعا. فبالنسبه للام هي اولادها هي اغلى شيء عندها بالدنيا، فكيف لما يجيب اولاد لسه كمان من قلب يعني يعني هالقلب شو بده يتحمل؟ بيتحمل ما في اكبر من قلب الام اصلا عن جد بيتحمل. يعني يمكن العطاء اصلا هي بتعصيه بكل المراحل طبعاً. يعني وبتتحمل كثير أكيد. يعني عم نحكي جسديا وغيره، انه هذا هو الحب الحقيقي بالحياه، يعني هذا اللي بتقدري تقولي عنه الحب الحقيقي يلي بدون مصالح، سواء يعني من الام او من اولادها، يعني هو هذا الحب يلي بيحمل كل أسامي الحب. إيه طبعاً. صحيح. طبعاً. طيب نحن اليوم بدنا نسألك، أنت وقت كنتي هيك صغيرة شوي. لهلأ صغيرة. لهلأ هي أصغر واحدة أصلاً اليوم بيناتنا. نحن هي وردتنا هي. أكيد ست الكل اليوم موجودة معنا، ومثل ما قلنا أنا بقول أم الدراما السورية. ليكي أنا ست الكل. شفتها أنا من أول ما. هي لأنه مخبي إيدي فيها. باعتبارها قريبة من قلبي. خليلنا ياكي حبيبة طيب. قلبي. وقت كانت سماح جيب لك هدايا، وقت كانت يمكن بعدها صغيرة، شو أحلى هدية جابت لك ياها؟ والله سموحة بتجيب لي كل شيء أنا بحبه، لأنه بتعرف الماضي والحاضر بحبي إلها للهدايا. فأنا يعني بنتي من الناس اللي بتحب تهديك، حتى إذا ما جابت لك هدية تقول لك كل سنة وأنت سالمة من قلبها. يعني ولو كانت الهدية معنوية هي المهم تكون طبعاً. مهم تكون موجودة، مهم تنقال يعني بوقتها وبمحلها. تمام. فالهدية تمام. هي هدية وجودها معي هي هدية أوكي. هي أهم شيء خلي لك ياها. طيب عبير بتتذكري هيك نرجع شوي بالذاكرة لورا، شو أول هدية جبتيها بعيد الأم؟ أول هدية جبتها لماما بعيد الأم كان عمري شي 8 سنين، وكنت أول يعني أول هيك معنبوعة على قصص أنه لازم يكون في هدية ولازم. فهيك جمعت العيادي تبعاتي ونزلت لحالي، هيك كان فينا حبيتنا سوق قريب شوي، نزلت اشتريت لها العفو حذاء. فهيك رحت ومبسوطة وهيك طاير عقلي أنه أنا شارية شيء، يعني أول مرة بحياتي بروح بتعامل مع حدا أنه مع بياع وبشتري. من 8 سنين يعني ما في بالعادة يمكن تنزل تشتري لحالك. تمام. نحن كنا جيل غير هذا الجيل طبعاً. يعني نروح ونجي ونركب سيارات طبعاً. ونركب باصات ونعرف نتحرك، مو مثل هذا الجيل هلا ما بيعرف يمشي. وركبنا انا لأنه ركبت بتروماي، فانت ما ركبتي فيها، انا ركبت فيها بالمسلسلات. اي والله. فجيت رحت على البيت فاكتشفت انه عم بفتح لها الهديه وبدي افرحها، فاكتشفت انه البياع عاطيني فردتين يمين. وزعلت انه يعني انا جاي وطاير عليها اول هديه والواحد مبسوط فيها. بتعين تري بقى لتاني يوم لتبدلي وتروحي وكذا، بس طبعا فرحت كتير انه يعني. بس هي قد ايه بتكون انبسطت بهي الهديه؟ طبعا اكيد يعني طبعاً. مثل ما قلنا حتى ولو كانت يمكن شيء معنوي، بس بيكون بتكون هيك. بدنا نسال تيتار، يعني هلا تيتار صوتها حلو، فبتوقع من انت وصغيره يمكن شو يا تيتار تحديها شيء بصوتك ولا لا كان في شيء ثاني؟ لا والله
ما كنت بعرف انه صوتي حلو. طب امتى اكتشفتي صحيح لحتى نعرف امتى اكتشفتي انه صوتك حلو؟ يعني بعد ما كبرت وعيت شوي. انا من انا وصغيره بحب اسمع اغاني وبغني مع الاغاني وهيك بس ما كنت كثير بهتم بالقصه لحتى يعني وصلت لعمر انه ايش انا بحب غني انه لازم غني. طب شو اول هديه جبتيها لماميتك؟ انا كنت على طول اهديها كروت. انا اعمل اصمم كرت واكتب الى امي الحبيبه الغاليه وهدول القصص. بعدين بتذكر اول هديه اشتركنا فيها انا وبابا واختي، جبنا لها قنينه عطر. يعني لا هي بالشراكه بتكون تماما بتكون فظيعه. طيب يعني هذا اليوم هو له خصوصيه يمكن ما بنعرف نحن ليش. انا خليني احكي مثلا عن حالي، بصفن دائما انه هذا اليوم هو كثير مميز، كثير بنحس انه الدنيا كلها عن جد بتنطر هذا اليوم، الامهات يمكن نتيجه التعب على طول الايام كان الام تنطر هذا اليوم. برايكم ست انطوانيت شو السر بهذا اليوم بهي المناسبه انه هي ما بطلت يمكن من نحن وصغار كثير ولليوم؟ صحيح، لانه هذا العيد اكراما للام، تضحيتها بحياتها مع اولادها مع زوجها مع بيتها مع العائله ككل، هي الوحيده اللي بتضحي بكل شيء مشان تضلها العائله مستمره. صحيح، فالهديه منها هي بتكون كثير لها قيمه عند اولادها، حتى بيستنوا شو بدها تجيب لهم. صح، او شو بدهم هن يهدوها. والهديه مثل ما قلت لك مو هي مو بقيمتها ماديا، هي بقيمتها معنويه. صحيح، يعني لما بقول لها انا كل سنه وانت سالمه وبوسها خلاص يعني هي هديه. عن جد هدول الامهات بطلوا لي كانوا يقبلوا هي القصه والله. هلا ما عاد في شيء، هلا كنت جاي اذا جبتي لها السبونه تضربني فيها على طب هلا عبير اذا اجوا اولادك، اولادك صغار يمكن بعدهم، لا اذا اجوا قد ايه اعمارهم؟ عندي 13 14، خلدون يعني شباب. ايه لا والصغار يعني 9 سنين. التوم ايه التوم 9 سنين، خلي لك اياهم كلهم اليوم هيك. يعني اذا مثلا جابوا لك او ما جابوا لك هديه بعيد الام شو ممكن تعملي؟ هلا ولا شيء، يعني بحس انه شو بدي اعمل، يعني شو طالع بايدي اعمل. بس لا هن زعلي شوي الصغار لسه ما كثير وعيانين على هذا الموضوع. السنه الماضيه يمكن هيك كمان نفس القصه، بتعرفي بالمدارس بيحفزون انه يعملوا كروت هيك هدايا صغيره، ممكن ورده مصنوعه يدويا لامهاتهم وهيك، فبلشوا يمكن كنا مبلشين بهي. بس لا خلدون حرام كل سنه يعني بيجيب لي هديه. مش هلا تعود، هلا هو بقى يمكن بصير بيعلم اخواته شوي، بصيروا بيجيبوا شيء مشترك. طيب حنري هيك شوي من الدردشه واكيد حنرجع نكمل. بدنا نسمع شيء نرجع منك ستار مره ثانيه. بالقلب خليني عايديك غفيني يا حبيبي بروح بروح خبيني مشتاق أغمرني حملني طيرني بساحات عشقاني الليل سهرني ليلي خدني بهالحلم وعلي ليلي غير بحبك ما تقلي نسيني الكون وقلي ضلي 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 ولو فاق كل الحب بعينينا الله الله. يعني في صوت بيدخل على القلب دغري. طبعا صح ولا لا؟ طبعا أكيد. في صوت في كلمات تستمر يعني لازم لازم اكيد يعني نشجع تيتار عن جد. أي. يعني الله يحمي لك لازم الصوت لازم يا تيتار لازم عن جد. بتعرفي رايي فيك يعني بعرف الكل الله يحمي لك الصوت ونشوفك مطرح ما بتتمني. دائما بيقولوا البنت قبل ما تتجوز بتكون هيك شايفه الحياه كثير سهله
أو في إشياء ممكن ما تكون كتير بتقدرها، خلينا نقول مثل ما بعد ما تتجوز أو بعد ما تجيب أولاد. قديش البنت بعد ما تختبر الأمومة وتختبر هاي الحالة فعلا يمكن يكون في إشياء ما كانت تقدرها قبل عند والدتها، إشياء كانت تعملها أو ظروف معينة بعدين حست إنه يعني بررت، خلينا نقول إشياء كتير أو بررت مواقف أو بررت كتير إشياء. شو رأيك عبير؟ دائما كنت أسأل حالي شو معنى كلمة إنه لا تروحي مثلا، لا تأخري، بخاف عليكي. إنه كنت يعني كل واحد ببداية حياته بمراهقته بسن معين بده حيز من الحرية، هو قوي كتير وبيعرف كل شيء بالحياة وقادر انه هو يعني يدخل بكل المجالات، ما بيعرف انه في اشياء تانية الام بتشوفها بيكون هو فعلا ما له شايفها. صح، يعني انا ضليت لوقت معين حس انه شو اللي بخاف عليكي، يعني انا اشتغلت بهاي المهنة بعمر صغير وسافرت ورحت واجيت لاخر لحظة امي، ولحديت اليوم لما بروح انا على التصوير بدي اقلي اذا مرة تانية ما برد مثلا مرة بيشغل بالك بيشغل بالك الا انه انت هلأ بيشغل بالك. هي فعلا الام بتضل ام، هي مو بس بينشغل بالها، هي بتكون في سيناريو صار براسها لا سمح الله انه شو صاير لحتى ما رديتي على التليفون. بتضل الام سبحان الله قد ما كبروا اولادها بتشوفهم صغار بعيونها، بيضلوا هدول الاطفال اللي عم يركضوا حواليها ويتحركوا حواليها، فبتحسي باشياء كثيره بتختلف بالحياه، خاصه بس تصير البنت ام حياتها كلها بتختلف، فعلا بصير في شيء بتخافي عليه أكتر وتصيري بتمسكي بعلاقتك بأمك أكتر. صح، هي العلاقة مثل ما قلنا الحب الصافي أو الحب أكيد. فعلا هذا هي الحب الحقيقي. ست أنطوانيت كمان يعني الشغل جوات البيت وبرات البيت، مهنة الأمومة هي مهنة فعليا، هي طبعاً. لأنه تاخد وقت الأم كله طبعاً، يعني هي الفول تايم خلينا نقول طبعاً، اللي هي طبعاً. من الصبح للمساء بدون نوم بدون راحة كل هاي الأمور، برأيك أي الأصعب، الشغل جوات البيت أو برات البيت؟ الاثنين أصعب من بعض، الاثنين مع بعض، الاثنين بينفذوا على بعض، كله بينفذ على بعضه أبداً، كله بيصير العمر كله صعب. أي والله أي والله، بس في يعني شعور بالمحبة للاثنين، يعني بهي بترتاحي وبهي بترتاحي بقى، صح بتوزعي الحب بين الطرفين بين الاثنين. إيه؟ طيب في ناس يعني كلنا بنعرف انه اكيد الامومه هي ما انا سهله، يعني هي ما انا هي مسؤوليه كثير كبيره بدها تتحملها الام اكيد والاب مع بعض، ولكن الام هي اللي بيكون عليها المسؤوليه الاكبر والاعتناء صح. الاكبر اكيد بالاطفال. اليوم برايكم قديش اليوم قادره الام فعلا، امهات اليوم خلينا نسميهم قادرين يضحوا بنفس الدرجة ويعطوا بنفس الدرجة اللي يمكن أمهاتنا قدروا يعطونا بنفس بهي الطريقة؟ الأيامنا نحنا لا، ما في، مع احترامي للكل، لا لا لا، نحنا ما كان في عنا لا كمبيوتر ولا موبايلات ولا موبايلات ولا تلفزيونات ولا شيء، كان هذا الشيء يعني من ضمن أحساسنا نحنا الخوف والمحبة واللهفة والتحضير والحب كله يعني نعيشه بشكل أساسي. أما هلا في خزيت العين، واحدة مثلا ممكن تجيب خدامة تخدم الأولاد وتطعمي الأولاد وهي تروح تعمل صبحية، نحن كان ممنوع هذا الكلام، ما فيك تركي الأولاد تروح، يعني مو كل الأمهات أمهات بمعنى الكلمة، لا لا لا. وأنا بحس أنه الفترة الزمن القديم كان أسهل، يعني مدام أنطوانيت تشوفه أصعب بس أنا كنت بحس أنه أسهل. أول شيء كانت العائلات مترابطة أكثر، يعني نحن مثلاً إذا بدي أحكي عن حالنا، نحن ربينا بعائلة يعني عمات وخالات، يعني مثل ما بتقول أمي كانت العائلة ملمومة، يربوا بعضهم الأولاد يربوا بعضهم طبعاً. هلأ طبعاً. صار في تفريق شوي، يعني ما حدا ساكت مع حدا، ما حدا بيتحمل حدا، ما حدا عايش مع حدا. صحيح، أنا برأيي ما بتكفي أنه يكون في خادمة يعني أو حدا مثلاً أنه ممكن يدير باله على الأولاد، بعض النساء صارت موضة بيتنكلوا على الخدم، أنا هذا غلط بالنسبة طبعاً إلي طبعاً طبعاً، لأنه الخادمة مهما تكون مع هي ما حتربي ما رح تربي مثلي أنا مثل الأم. صح صح، يعني أو طبعًا. ما حدا بيعطي محبة مثل ما بتعطي الأم طبعًا. يعني هي بالنسبة لها هذا شغل، الأم هي شفاء غير صحيح طبعًا. طيب برأيكم خلينا نحكي على الأمومة كحالة مجردة، شو أصعب شيء بالأمومة، يعني شو أصعب مرحلة هي بتمرق فيها الست اللي هي عم تتحول لأم أو المرأة اللي هي عم تصير أم، شو أصعب مرحلة بتكون ست أنطوانيت، شو أصعب مرحلة برأيك؟ هي لا مو أصعب مرحلة، هي بالنسبة إلى كل حياتها مرحلة،
يعني كل حياتها هي عم تطلع من شغلة لشغلة، صح، من زواج لبيت لأطفال لبعدين زواج وطلاق، حتى الطلاق بصير هو مرحلة طبعا، هي النهاية المحتومة، هي يعني نهاية لو هذا أكيد قرار، هذا قرار مثلا بصير بعض العائلات فيه، صح، بس كل شيء له طريقه وله محبته وله صحيح كله. يعني كل إنسان بيقدر يتعايش مع هاي الأشياء وهو مرتاح بيحاول إنه ينفض منهم كلهم، صح، في نساء ما بيتحملوا بيضوجوا، عرفتي، فما بيتحملوا إنه هذا الشيء يكون عبء، مظبوط يعني، بس الأم اللي هي بتخاف على بيتها وعلى أولادها بتحب تعطيهم حتى الحب بالمعلقة، يعني غصب عنهم الطعمي هاي وتربيهم على هذا، وتربيهم على الشيء اللي هي بدها اياه يصيروا، صحيح، هلا العكس تماما، هلا الاولاد هن بيربوا الاهل، صحيح صحيح والله. طيب بما انه ذكرنا يمكن المراحل المختلفه اللي ممكن يمر فيها او تمر فيها تحديدا المراه، عبير انت ما كثير بتحبي تحكي عن حياتك الشخصيه، يعني دائما الحياه الشخصيه للفنان، مو كل الفنانين، واليوم تحديدا يمكن بوقت السوشيال ميديا والعالم اللي هي عم تعرض تفاصيل حياتها على السوشيال ميديا، في ناس بتفضل انه هي لا، حياتها الشخصيه تضل شخصيه وتضل خاصه مو غلط فيها، مو غلط. هذا الشيء اكيد ما نو غلط. قديش ممكن يكون دور الاب بحياه اطفاله هو مهم وفعال، وهل الام لوحدها هي قادره انه هي تكون موجوده مع اطفالها وتقدم لهم كل شيء بيحتاجوه؟ هلا اكيد دور الاب يعني دور كتير مهم، وخاصه بمرحله اللي بيدخلوا فيها بقى بعمر هذا المراهقه، هذا الاصعب انا بتخيل، ولما بتوصلي لهي المرحله بتقولي هي محلاهم لما كانوا بيبيات ويعذبوني ولا يبكوا، ولا كانت مشكلتنا انه سخنوا ولا يعني بدهم ياكلوا ولا بدهم يشربوا، بتبلشي بقى بحاله مختلفه، يعني بتبلشي بدك تعيشي جيل ثاني، شخصيه انسان كامل متكامل، صعب انك انت تتفاهمي معه بسهوله، بهي المرحله بتحسي انه وجود الاب شيء كتير ضروري. هلا كمان بدون شك يعني الامور اللي لها علاقه، يمكن ما عم بحكي عن حالي بس بشكل عام صح، الام بحاجه انه يكون في، حتى لو كان في طلاق وفي انفصال، بس يكون في حدا مسؤول عن هدول الاطفال، لانه بتعرفي نحن بوقت صعب كثير، اكيد طبعا. بزمن ما حدا قادر يمكن انه هو يفتح بيت بهي السهوله، صحيح. الحمد لله يعني انا هو دائما توفيق من رب العالمين، ويمكن طبعا رضا الام، رضا الاب، رضا الناس اللي حواليك اللي بيحبوك، في اشياء كثير بتمرق هيك بالحياه ما بتحسي فيها، صح. الحمد لله انا عم حاول انه انا اوصله لمرحله، يعني بيوم الايام يقولوا امي كانت حدا منيح، الله يخلي لك اياهم ويخليكي فوق راسهم. يعني عبير انت اختبرتي انه يكون عندك شاب، الله يخلي لك اياه، وايضا توم، يعني هي كمان تجربه، هذا الاصعب حنحكي عنها هلا هيك مفصلا، كونه هي كمان يمكن غير وجود ولد واحد، كمان ولدين بنفس الوقت اسم الله بنفس العمر بنفس الحاجات، كمان يمكن بتصير الصعوبه او التعب مضاعف اكثر. كمان الله يرحمه زوجك ست انطوانيت يوسف شويري، قديش كان بتحسي هو موجود فعليا بموضوع تربية الأطفال، أو هو موجود حدك بهي المرحلة اللي هي بتتطلب يمكن أم وأب؟ طبعا حبيبتي، هو الأب له حضوره أو بالأحرى له هيبته قدام الأولاد، يعني يكون الطرف الصارم شوي يمكن. يوسف لا كان يعني مو صارم، لا كان كتير دغري قاسي، بس كان محملني الحمل الأكبر اللي أنا، انه انت فيكي تتصرفي مع الاولاد او مع بنتي، انا عندي بنت واحده يعني ما عندي غيرها، خلي لك اياها، فانه انا بقدر اتفاهم معها اكثر ما هو يتفاهم، بس عنده لزوم بيدخل بشكل صارم بيدخل يعني بهذا الموضوع. طبعا انت حتى بهي المرحله ست انطوانيت يعني كان في شوي غياب، خلينا نقول عن الساحه الفنيه يمكن، والتفرغ شوي لتربيه بنتك والتفرغ لهي المرحله. انا بالنسبه لبنتي يعني اجاني وقت، لانه اشتغلت برات سوريا بعمان، قعدت فتره زمن يعني 10 سنين او اكثر، على طول انا مستمره مع عمان اشتغل معهم، فهذا الشيء سبب ازمه لبنتي. تمام طبعا، جابوني مره طبعاً. جابوني طبعاً. مره الساعه 1 بالليل صار معها تمزق بتحت الجلد، بدي امي يعني عرفتي، جبت من عمان لهون خصوصي لحتى اشوفها، مشان تكوني موجوده معها قدامها يعني. بس الأم شغلة يعني مو سهلة يا ماما، أبداً أكيد مو سهلة،
يعني هلا بيقول لك مهما اعطيتي الام ما فيك تعوضي لها ما بتوفيها او ما بتكفيها الشيء اللي عم تعطيه الشيء اللي هي عملته 100% صحيح تكون مضحيه بكل حياتها لاولادها لعائلتها لبيتها صحيح انتوا عم تحكوا هيك عم بتذكر امي هيك فجاه حسيت حالي عن جد انه بدي اقوم روح لعندها اشتقت لها اشتقت لها لازم اروح لعندها كيف بقول لها اطمن عليها اكيد طيب على شغله تفضلي تيتاي هلا انا لسه ما صرت ام ان شاء الله يا رب بتصيري انا بحس حالي انا أم لأمي وأبي أنتي أم لأمك وأبوك بابا وماما هلأ بابا يعني ما بدي أحكي كتير بستيرة بس اتنيناتهم مريضين الله يخلي لك ياهم يعافيهم يعني بابا صار له تقريباً 6 سنين مشلول ما بيطلع من البيت ما الله يعافيه سو أنا يعني أنا وماما نتعاون على خدمته يعني لبابا وماما هلأ هاي الفترة أنا عملتها للغنية لأنه ماما مريضة سو حبيت اهديها الغنية مهم بالموضوع انه انا اللي بدي اقوله انه التربية كتير بتلعب دور طبعا يعني انا بحس حالي عن جد انا امهم وانا بدير بالي عليهم وانا على طول حدهم بدي اقول كمان شغلة انه صحيح الام والاب بتنيناتهم بيضحوا بس كمان في ولاد كمان بيضحوا كرمال اهليهم صح اكيد يعني انا كتير صحت لي فرص اني اطلع واشتغل برا البلد بس بتحسي بس ما فيكي تتركيهم مستحيل اقدر يعني اتركهم خاصة بهي الحالة يعني صحيح طبعا اكيد بدون منية وبدون يعني اي ضغينة يعني بس كتير بحبهم بحسهم عن جد هنن ولادي مثل ما حكيتي مدام عبير يعني طبعا هنن بيشغل بالهم علي كتير لما اكون برا البيت بس انا كمان ماما لما تكون برا بضل بالك معها شوي طبعاً بالسوق طبعاً. كذا بضل بالي عندها بدي ما وينك ليش اخرتي بخاف شغل بالك انا بقول هذا الفرق يعني هذا الفرق بيننا للاسف وبين المجتمعات اللي برا يعني اكيد كل مجتمع له مميزاته خلينا نقول او الاشياء الموجوده فيه بس هذا اللي بيميزنا يعني انا بذكر في شاب تعرفت عليه شاب اجنبي عم نحكي فهو تفاجأ انه نحن شبابنا مثلا بيضلوا عايشين مع اهاليهم ليتجوزوا شباب او بنات يعني هن بالنسبة لهم هي الفكرة غريبة وبعيدة كتير طبعاً بعيدة عنهم هو بيكون بلد وأهله ببلد طبعاً ويمكن بالشهرين ليدق لهم تليفون صحيح. يطمن عليهم صح. الحمد لله يمكن أنه ربينا على هذا الشيء وإن شاء الله أنا بقول نقدر نربي أولادنا بنفس طبعاً. الطريقة طبعاً. ليكونوا هيك شو بدنا نهديهم غنية لأهلك شو بدنا نهديهم أنت شو محضرة ما عندنا مشكلة هيك مهم يسمعوا أوكي. صوتك هن Autumn leaves, autumn leaves. The falling leaves drift by my window. The autumn leaves of red and gold. I see your leaves, the summer kisses, the night burned hands that I used to hold. Since you went away, the days grew long, and soon I hear old winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. وحكياتي
وحكي ولاد لكن كله ما عم يمنع انا اشتاق لك مدام كل سنه في خريف لكن لا صاروا بعد وهو حكياتي هو حكي ولاد but I miss you most of all my darling my darling when autumn leaves start to fall when start to fall. الله يحمي لك هالصوت. الصوت يا رب. أنا دائما هيك نحن وصغار كنا بس نشوف فنان بالطريق نروح نسلم عليه نحن بنعتبر انه يمكن مو نحن بنعرفه فدائما الناس بيعتبروا انه هو لازم يعرف كل العالم كونه يمكن الفنان عن جد بيكون صح ويمكن من وراء شاشة ولكن هو كثير بيقرب من اي دور هو بيكون عم يعمله يعني تمام. دور الام عن جد بنحسه يمكن حقيقي او اي دور ان كان هيك دور خير او دور شرير دائما بنحس فيه بيكون كثير قريب تمام. مننا هنرجع شوي لهيك للأحفاد والأولاد ونحكي عن هاي المرحلة حكينا عن أكيد أنه فادي الله يخليه أكيد الفنان فادي الشامي هو حفيد حضرتك ست أنتوانيت واليوم هو أب كمان عنده صبي صغير الله يحميله يا قديش الحفيد تحديداً يعني مثل فادي أو حتى ابنه هو بتحسي ممكن الست هي تكون مشاركة بتربية هذا الولد شوفي هلأ الأيام هاي بطلت الست أو الأم أنا بالنسبة إلي لزوجة فادي هاي الروتين الحياة تتغير صح هلأ أكيد. الأم ما بتقبل إنه تجي أنا مثلاً سته لفادي أعطيها رأيي أوقات تأخذ فيه أوقات ما بتأخذ فيه فأنا بقطش الحديث بخليها هي تربي كما تشاء لأنه يمكن في ناس بتقول أنه اليوم تغيرت الأساليب تغير كل شيء تغير اتجاه التربية بدنا نعايدة لدانا كمان طبعاً يعني كمان دانا هي دانا دانا هي أم دندوني ما في أنا عندي اثنين مو واحد يوسف ايه وفادي أنا ما بعرف ايه لا يوسف كمان اتجوزوا بنفس السنة هو أخوه وجاب ولد قبل فادي اوكي عندي جاد الكبير اللي عمره تقريباً 4 سنين الله يحميه هذا بده يطلع فنان مثل عمه اكيد يعني لانه له مرأة بهي الشغله بينت يمكن بلشت تبين انا بتذكري وقت الخوالي اول مره كان عمره 11 سنه كان كثير صغير صح اخذته انا 11 سنه كان عمره وعمل صحيح. دور بياخذ البك العالم والله صحيح يمكن يعني حتى الفن او يمكن الموهبه بتبين من هو صغير فعلا طبعاً الولد طبعاً. ممكن تبين طبعاً. عنده طيب عبير انت بعدك بمرحله الامومه لسه بكير عليك يعني اسم الله حولك لساتك بمرحلة الأمومة ويخلي لك ولادك ولكن أيضا جربتي الولد وجربتي التوم هيك التجربتين كيف كانوا أي الأصعب هلا أكيد بيختلف كتير كتير طبيعة خلدون لما ولد كان هادي وفعلا ما حسيت فيه يعني ما حسيت بأنه عذبني كتير بس التوأم شيء مختلف صعبين كتير ما بتتخيلي قديش بياخذوا الوقت كله صح وفعلا في شيء بيناتهم مشترك بطريقه صح غريبه بيمرضوا صح مع بعض بيبكوا مع صح بعض بفيقوا مع بعض فكانت مرحله جدا متعبه واجوا طبيعتهم صعبه يعني بيكونوا حركين تمام هلا في اطفال بتجي بتنام لحالها بتلاقيها ما لها سئله ما لها اي مشكله لا هن كانوا طبيعتهم كثير صعبه الحقيقه كانت مرحله يعني مضنيه بسببها انا اضطريت اني ابتعد عن ما احس في حدا قدران انه ياخذ مكاني ابدا طبعاً. يعني بدال الحدا جبت 2 و3 ما احس انه في حدا قدران انه ياخذ مكاني ما بكون راضي لازم تكوني متواجده عن اي شيء عم بينعمل صح فاضطريت اني بعد فتره منيحه يمكن عن الاعمال لانه ما كنت اقدر اسافر ابدا واجت فتره كانت معظم الاعمال عم تنشغل برات سوريا فكانت فعلا الحقيقه مرحله صعبه كثير بس لا هلا الحمد لله يعني وصلوا لوقت هلا هن صاروا بيساعدوني هن
بس يكبر الولد بيصير حتى يمكن رفيق أهله طبعاً. يعني طبعاً هو وجود البنت تحديداً ايه؟ شو بتتخيلي شو بيعطي هيك روح حلوة بالبيت شو طبعاً. بيعطي حياة بيعطي حنية هي في أمها هي صغيرة بس هي الأم الثانية طبعا اللي بتخاف عليهم بدير بال عليهم بدهم يشربوا بيقولوا لها بدهم شغلة بيقولوا لها إلها خلص منيح شعلت كتف معناتها شوي كتير خلي لك ياهن معناتها دائماً بنقول إنه الأم هي المسؤولية اللي بتتحملها هي كمان هي على حساب شيء ما رح ننكر هذا طبيعي الموضوع طبعاً ممكن يكون على حساب شغلها على حساب حياتها طبعاً. اليوم ما فينا ننكر كمان على حساب رفقاتها وطلعاتها وكل طبعاً. هي الأمور لأنه طبعاً. هذا الولد هو بياخد أكيد. الوقت أكيد. كله بياخد كل وخاصة الحياة وخاصة مرحلة المدرسة يعني هي كمان حالة هي حياة تانية هي غير وقت يكونوا ببيات طبعاً وتستمري فيها وتشوفي شو عم بيصير لحظة بلحظة لأنه يعني شوية إهمال بهذا الموضوع بتحسي صار في تراجع مو طبيعي هلا بتحسي قادره توازني يعني هلا بالوقت الحالي بعد ما يمكن كبروا الاولاد شوي وصار في هيك حمل شوي عليهم ولو كان بسيط ممكن يصير في توازن اكثر بين بين الشغل وبين البيت طبعا هلا انا بالسنتين هدول الاخرانيات رجعت عم بشتغل مثل ما بدي هلا ما بخفيكي كمان ماما ساعدتني كثير فيهم يعني انا دائما بكون بالشغل امي هي عندهم هي بتعمل لهم اكلهم هي بتدير بال عليهم بحبوها كثير بتحبهم كثير رفقات هن يعني بندهولها باسمها تبع انه بيلعبوا مع بعض فكرة هذا الشيء ما عاد قال ماما وبابا مو ماما وبابا تيتا ما بيقول حتى تيتا يعني كله كله أنا ولادي بيقولوا يعني. ماما عفاف مثلا باسمها بيحاكوها أنتوانيت أو بيدلعوها إيه تمام أنتوانيت جورفيتك أنا وهي بتنبسط على فكرة بينبسطوا يعني إنه هن هيك نفس الجيل بتحسيهم بيلعبوا مع بعض بتسلوا مع بعض مثل ما حكينا إنه دائما بدك حدا يشيلك بالحياة حتى لو أنت قادرة إنك تعملي كل شيء بس بجوز حدا هذا اللي بده يشيلك يكون أضعف منك بكثير بس مجرد وجوده وحسه يعني أنا مجرد فوتت أمي علي على البيت مجرد انه هي موجوده مجرد انه هي بدي اقول لها الصبح بطمن عليها بطمن علي بنعمل اكلنا مع بعض بنتغدى عندها يعني مجرد وجودها بالحياه فهو هذا بيعطيكي طاقه كثير بيعود كثير عن جد اكيد طبعا يعني الام بيقول لك عندها ام يا حبيبتي خلي لك اياها انت امنا كلياتنا هلا انت مش ست انطوانيت انت امنا كلنا يعني انت بالعكس مسؤوليتك مسؤوليتك كثير اكبر والله بعرف محبتكم بتنسيني مرضي خلينا ياك يا رب ويعافيك ويخليكي بصحتك خير الله الحمد لله الحمد لله. لله طيب في كمان هيك نقطة صغيرة عيد ميلاد المرأة بشكل عام هو كمان بيكون يوم مميز يعني في عالم كثير بتحب يوم عيد ميلادها وبتنطره يمكن لحدا تحتفل وفي نساء بعد مرحلة معينة ما بيقعدوا بيحبوا هذا اليوم إنه أنا ما بدي أكبر سنة ما بدي لسه أكبر بالعمر قديش اليوم قدرانة يمكن المرأة مع العمر تتعايش مع فكرة حتى العمر وفكرة إنه هي كمان على فكرة يمكن المراحل اللي كنا عم نحكي عنها إنه هي عم تمرق بمراحل متعددة بحياتها احتفلتي بعيد ميلادك من فترة قصيرة يعني أنا بالنسبة لعيد ميلادي يعني بيحتفلوا فيه بشكل روتين يعني ايه؟ عرفتي علي الأولاد وبنتي بنتي بس من بعد ما توفى أبوه الله يرحمه يوسف شويري الله يرحمه عم تقول أو بتقول دايماً أنا ما بقى بدي أعمل عيد ميلاد بعد ما توفى أبوه إكراماً على الحب لأنه البنت سبحان الله تتعلق بالأب أكثر من الأم صح بتكون رفيقة أمها بس بيكون إيه بس الأب يمكن مثال الأعلى صح يعني صح فأنا بالعكس يعني أنا بفرح على هذا الشيء لأنه الحب هي أم ولا أب واحد صحيح يعني بس يعني هي بتقول لك أنا بعد والدي الله يرحمه ما بدي عيد ما بدي أعمل عيد تمام بس كأم الحمد لله عندي بنت كتر خير الله ربيت أولادها مناح وعلمتهم منيح وبيحترموها وبيحترموا الأب الله يخلي لكم إياها ويخلي لك أولادك وأحفادك يخلي أولاد العالم كله آمين 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 يا رب مو بس أولادي الله يخلي والله يرحم كل شيء آمين آمين يا رب طلع من هالبلد آمين والله يمكن ما فينا ما نتذكر بهذا اليوم عن جد الله يعين كل أم راح ابنها شهيد مهما يكون ما ممكن تنسى طبعاً. صحيح الولد ما ممكن ينتصر وبده يضل يمكن هي المناسبات هي غصة للأسف طبعاً بقلبهم صحيح طبعاً. في ناس حتى اللي فقدوا أمهاتهم كمان هذا اليوم بيكون قاسي عليهم قاسي جداً بيكون كثير كثير صعب يعني صحيح.
هيك الله يخفف عن الكل عن جد الظروف الصعبة يمكن مثل ما قلنا هي مسافة الأمان والحنية اللي منشوفها عند الأمهات كلنا بحاجتها بهي الأوقات الله لا يحرم حدا من كلمة ماما آمين يا رب. طيب هنرجع نسمع منك شيء كمان تترك نغير الأجواء بس الله يوفقك عطينا هيك شغلة من عندك شوف اللي قرالي من بعدك سهرانة من ودني بناجي خيالك من قدك وانا كاتمة غرامي وغرامي هلكني ولا عندي لا اب ولا ام ولا عم اشكيله نار حبك اسمي وعقلي وجمالي في يدك محتارة من لك ايه في دلالك وبصدك لا خبي غرامي وغرامي هلكني لبكي واشكي واحكي بلكي يا غزالي إلين قلبك مشى عالطرقات وكانت كل الجيري تحكي عنا حكايات شي يقولوا بيحبها شي يقولوا ما بيحبها لكن انتي كنتي شمسي وقمر السهرات بابا بارا بابا بارا بابا بارا نمشي بعد الظهر بالحي العتيق انتي حدي وشعرك طاير عطول الطريق كنا نمشي بعد الظهر بالحي العتيق انتي حدي وشعرك طاير عطول الطريق ولم نوصل عالفي وقرب صوبك شوي يفاجئنا سعد الناطور بباقة زهور كنا أنا وإنتي نتمشى عالطرقات وكانت كل الجيري تحكي عنا حكايات شي يقولوا بحبها شي يقولوا ما بحبها لكن إنتي كنتي شمسي وقمر السهرات لكن إنتي كنتي شمسي وقمر السهرات لكن إنتي كنتي شمسي وقمر السهرات الله 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 قديش هي الأغاني بسيطة بس قديش حلوة عن جد حلوة حلوة من القلب يعني بترجع هيك لأيام الطفولة قديش أيام الطفولة أحلى أيام القديمة عم نحكي بغض النظر عن العمر لكن كل وقت حلاوته فيه إن كان أيام طفولة ولا أيام عجوز ولا أيام الأيام الحب والحب والغرام ومنقعد بناكل خبزة وزيتونة على الطريق بنمشي بعدين بصيروا بيتخانقوا على الخبزة والزيتونة صحيح. طيب شو السر هيك تضل المرأة عم تعطي طاقة حلوة للي حواليها؟ ليش دائما مطلوب من الإمرأة بشكل عام هي الأم لأنه هي معطاءة وهي لازم تعطي الحب وكل شيء هي كمان لازم تكون دائماً هي الشعلة اللي ما بتنطفي هي شعلة يا ماما هي أم شعلة
لما بتكون شعلة مولعة على العيلة كلها هي بتضوي على كل العيلة، فهي يعني الضوء الوحيد اللي ما بينوص، بيضل دائما متفائل بانه هو يكون ضوء قوي طبعا. لحتى يقدر يضبط العيله. صحيح. هلا بدون أكيد. شك يعني هو الانسان طاقه بالنهايه. صح. وفاقد الشيء لا يعطيه. صح. طبعا انت بحاجه، قد ما كنتي قويه وقد ما كنتي قادره انك تعملي اشياء كثير، بحاجه لحدا يدعمك. صح. ولو احيانا بالكلام، ولو بس صدقيني اللي ما بيطلع من مكان هو مدعوم من جوا فما بيقدر يعطي شيء. صح. ولا بيعرف يربي ولا بيعرف يعطي لحدا تاني. القصة مو قصة، مو قصة بس انه انت تعميتي وكبرتي وصرفتي مثلا او وقدرتي تعلمي، لا لا، في شيء لازم ينزرع اكبر من هيك بكثير. انا بتخيل انه انت تزرعي المحبة بطريقة منا واجب، هي تنعطى بطريقة تفوت بالدم فورا. صح. انا هيك بحس الحب، الحب مو انك انت بس تقولي انا والله ربيت اولادي وصرفت عليهم وعملت لهم احسن مدارس، هي هذا كلياته تحصيل. صح. حاصل طبعا. هذا كله اي حدا ممكن انه يعمله، بس انك انت توصلي هذا الشيء بمحبه، انه انا بوقف مع اولادي وبوصلهم لاحسن المراحل، بس بنفس الوقت كمان هن لازم يحسوا طبعا انه انا عملت شيء من شانهم فيبادلوني. فهي الطاقه اللي هن بيعطوني اياها من خلال العرفان بهذا الكلام اللي نحن بنعمله مع اهلنا، يعني يمكن بترجع تشحن الام. تمام. ترجع تشحن ولا هي يعني ما لا يعني ما في شيء اسمه واجب بالحياه انه مضطره انه تعمله واجب، لا، بس هو القلب هو يمكن لحاله اللي بيشتغل. صح. طيب حكينا كثير عن هيك، حكينا كثير عن الأم، يعني كمان بدنا نحكي شوي على رمضان، نحكي شوي يا الله شو بحب رمضان، شو بدنا نشوف هلا قربنا أصلاً على رمضان، يعني رمضان السنة تقريباً ناطرينه بعد شيء أسبوعين ثلاث أسابيع، يعني أقل شوي حيكون يوم. تقريباً تقريباً حيكون هيك، حنشوفك برمضان أنتوانيت، حتكوني موجودة؟ أنا بدي أروح أقعد بالميدان برمضان لشوف. لا بدنا نشوفك على الشاشة، حنشوفك على الشاشة أو لا. أنا مقلة بشغلي هالسنة باعتبار تعرفي وضعي الصحي، عاملة بس شارع شيكاغو ضيفة صغيرة هي، بس يعني أنا حضرته. إيه بس حلو، شخصيتي حلوة، مرقت بشكل إنه الناس حبوها، كان سلس كثير. صح. بس الحمد لله، الحمد لله أنا رمضان بحب اللمة تبعه. صح. بحب هاي العيلة اللي بتلم، وما يعني ما بكل واحد بياكل لحاله، وواحد بفوت على المطبخ، وواحد بفوت على أوضة النوم. هي قديش حلوة القعدة، يمكن كل العيلة حلوة. صح. بتشوفي سبحان الله كل شيء بينحط بيتاكل منه، يعني بدك تلحقي على هذا وهذا. نحن بنقول لها نقودة هيك، الواحد بده يذوق كريم ملئ 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 لحتى يقدر يلحق على كل شيء، يعني ان شاء الله هيك بتضلي بصحتك وعافيتك ونشوفك هيك يعني باعمال جديده، تكوني فعلا هيك قادره عم يحطوا لي اعمال قديمه ما عم نحضرها كلها، ما عم نضيع عن الشاشه يعني. اكيد اكيد ما عم نغيب، بس نحن رغم هيك دائما بنشتاق لك وبنحب يمكن دائما نشوف محبتكم. بتخليني انا انسى مرضي والله حبيبه قلبي، الله يعافيك. رحمه امي جد، يعني محبتهم الي جد يا ماما. حبيبتي انت بتستاهلي كل الحب، انا بعدني طيبه حبيبتي. الله يحميني لك يا رب. هدول كلهم اولادي، هدول انا ربيتهم. اي والله اي والله اي والله، هذا شيء انا يعني بين المحبه اصلا يعني بدون انا الحمد لله بكم تعرف ما في حدا ما بيحبها. انا بالنسبه لي بوقت ما دخلت لهلا ما عندي ولا فنان ولا فنانه عدوه لي، الحمد لله. ما بحبني انا، بحب الكل. هو هذا الصح، لانه بالنهايه يعني انا دائما بقول هذا المجال واي مجال بشكل عام هو في صعوبه، يعني الواحد بده باي مجال يعمل اعداء ولا يبلش يعمل عداوات ولا شو بده يعمل باي مجال، خاصه بمهنه ما لها امان مثل هي المهنه طبعاً. يعني صحيح. هالسنه حنشوفك كمان عبير على الشاشه ناطرينك، اكيد حنشوفك بخريف العشاء وبباب الحارة جزء 11، هو حينعرض برمضان القادم بإذن الله. برمضان بإذن الله باب الحارة وخريف العشاء. كيف كانت المشاركة بهي الأعمال؟ هلأ باب الحارة أنا أول مرة بشارك فيه. أنا مقلة شوي بالأعمال الشامية، يعني ما كتير اشتغلت شامي، بس هون حبيت أنه دور مختلف، هي شخصية جديدة بالستايل اللي أنا بحبه، يعني فايتة هيك امرأة قوية على الحارة، إلها تارات وإلها قصص جاي من فرنسا وستايل وكذا، خاص. إيه فهي خط معين. الجزء اللي بعده إن شاء الله حتكون يعني مثل أنه هي بقى محور العمل. تمام. وكمان شخصية قوية
بتعمل تغييرات كبيرة بتواجدها بالحارة. وبالنسبة لخريف العشاء هي مشاركة ما كتير كبيرة بس هي كتير مهمة وكتير يعني كتير كانت خاصة بالنسبة إلي، خاصة التعامل مع الأستاذ جود سعيد كان هيك له وقع يعني رائع، فنان بهيك بطيبته بنعومته بأسلوبه بالشغل. حبيت كتير التجربة خاصة أنه أول مرة حتى بباب الحارة مع الأستاذ محمد زهير رجب كانت أول مرة يمكن نجتمع مع بعض، كمان حدا رقيق وبيوصل لك المعلومة صحيح. بطريقة كتير حلوة، وأنت بتوصلي لمرحلة من كتر يمكن ما اشتغل الواحد وسافر واشتغل مع كل الجنسيات يمكن بيوصل لمرحلة أنه بحاجة ليشتغل مع ناس في بجود محبة أكثر ما هو موضوع بزنس وشغل، إراب أكثر تحبي تروحي وأنتي مرتاحة، ففعلا بتصير خياراتك مع الوقت أنه أنا بدي أشتغل بعمل الناس اللي فيه كلهم مريحين روحوا وحس أنه أنا طالعة من بيتي لروح على بيتي الثاني، وهذا فعلا اللي تحقق بهدول الأعمال. يعني نتمنى لك أكيد كل التوفيق وناطرين نشوفك أكيد بهي الأعمال وإن شاء الله لسه أيضا بأعمال جاية بإذن الله. بدنا هيك نحكي شيء بختام حلقتنا، يعني بدنا هيك نصيحة منكم هيك بما أنه أنتوا أمهات ومجربين هاي التجربة، بدنا نصيحة للأمهات الجدد اللي هلأ هنن ممكن مقبلين على تجربة الأمومة أو هنن أمهات جدد، شو ممكن ننصحهم نصيحة؟ تفضل نصيحة واحدة باسم الشعب. أنا في مجلس الشعب حياتي. أنا بتمنى من كل أم بالعالم تعرف تربي ولادها تربية صالحة، تمام، بس هي لما بتربيه تربية صالحة على الأقل بيطلع بيفيد حاله وبيفيد البلد. صحيح. يعني ما تخليه هيك على حريته الكاملة، لأنه الطفل ما كم يعني أنت بتربيه على حسب نوعية الشيء صح. طبعا. فأنا بتمنى من كل أم، لأنه تربية الأم شغلة غالية. صحيح. يعني نحن بدنا يمكن بحاجة إنه فعلاً الجيل القادم يكون فعلاً مربى تربية طبعاً صحيحة أكيد. ويكون طبعاً. إن شاء الله هيك هن اللي بده يكونوا المستقبل أصلاً لكل شيء. يا رب يكونوا مستقبل البلد إن شاء الله. يا رب. عبير شو بدنا نقول هيك للأمهات الجدد؟ بدي أقول تجربة الأمومة هي تجربة كتير خاصة، لما رب العالمين بيعطيها للمرأة فأكيد لأنه هو كتير مقدرها وكتير شايفها بمكان صحيح، لأنه أنت بتكوني بعد رب العالمين أنت الحدا السبب بوجود هدول الأطفال. صحيح. فقديش قادرة أنك أنت قديش أنت قادرة تعطي حب لروحك لنفسك، حاولي أنك تعطيهم يعني نفس الحب، ولا نروح نفرط للآخر بموضوع الدلال والعطاء، لأنه ضروري كتير 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 ضروري أنه الولد يحس بقيمة أي شيء عم يتقدم له. صح. حتى مع الأيام لما يكون في شيء إيميل اللي أنت للتاريخ وللشيء اللي أنت عملتيه وللشيء اللي أنت وصلتيه له، وأنه أنت بتكوني أمنتي له مستقبل موجود ويعني وبين إيدين، فقديش حلو أنه بكون هيك في شيء بالميزان، لا نروح بالعطاء للآخر تبع الدلال والإفراط فيه، ولا نكون كمان قاسيين وصعبين. بالنهاية حلو أنه نأخذ أولادنا رفقاتنا. صح. لأنه هيك أهون ونحبهم ونعيش معهم حياة حلوة، لأنه بالنهاية أكيد هنن متعب بهي الحياة. طبعاً طبعاً. يربي رب العالمين بيعطينا إياها. طبعاً طبعاً. آمين طبعاً. يا رب إن شاء الله يخلي لكم أولادكم، يخلي لكم فوق رأسهم، يخلي لكم إن شاء الله نشوفك ماما. شكراً. ميرسي. على قريب على قريب إن شاء الله يا رب. هيك حاسة حسك قلبك إن شاء الله يا رب. بركي سنت الجاي بركي سنت الجاي أنا علي العريس. لا العريس جاهز مش الحال مش الحال بس بدنا الأولاد علينا شو. لا مو عريس بعرف إنه أنتي ما العريس اللي بده يجي جاي. إن شاء الله يا رب يا رب. أنا مستعدة ساعدك بالتربية. يي خلاص أمننا مش الحال. هذا أهم شيء والله. ياكي هي عندك روح لعندك كمان إذا بدك فورا إلا ساعد أمك حرام. خليكم أولادكم يا رب، ويعني شرفتونا اليوم وانبسطنا فيك كون عن جد بكل كلمة حكيتوها هي قديشة عن جد حقيقية، عم يعني تحكوا من قلبكم ومن تجربتكم من هي التجربة الرائعة اللي أنتوا كمان خطوها، غير يمكن اسمكم الفني الكبير ولكن كمان تجربة الأمومة هي لحالة هيك شيء كتير كبير بحياة المرأة. أكيد كمان إحنا بدنا نشكركم أكيد وأشكرك حبيبتي وأشكر هذا الفضل الكبير إنه أجت اليوم مدام أنطوانيت هيك وكانت الزهرة اللي تعبناها اليوم. الله يخليك. هي مقوية على طول بإذن رب العالمين. طبعا بدي سلم على كل مشاهدين سما وعلى كل أمهات سورية وأقول لهم كل عام وأنتوا أحلى أمهات
وتبقوا قوايا وتبقوا بصحتكم باذن رب العالمين. يا رب. يا سما انت احلى سما بسوريا. شكرا والله. يعني جد هالقناة بتقدم شغلات حلوة لهالبلد. أكيد طبعا. شكرا شكرا. هي شهادة يعني بنعتز فيها مو من هلا مو وقت ما بلش. شكرا شكرا طبعا. هذا الصوت الجميل كمان يعني هلا نحن أصلا قلوبنا والله قمة. شكرا شكرا. بتجنني بتجنني. بس بدي أقول شغلة. أنا من أنا وصغيرة أنا بعمر فادي تقريبا في سنة يمكن فرق بيناتنا. فمن أنا وصغيرة كتير كتير بحبك أنت. في لك شبه لستي. فمن أنا وصغيرة أنا بفكرك كنتي ستي لما تطلعي على التلفزيون. بروح كنت لهم تيتا تيتا على التلفزيون. كنت بفكرك أنا كله بيني يا بتشبهي أمي يا بتشبهي ستي. أنا بشبه هو هذا الشمال السوري الحقيقي. إيه والله أنا بشبه أمها السورية كلها. شكرا كثير لوجودكم معنا. نورتونا عن جد. نورتوا ليلتنا وسهرتنا. حليتوا هذا اليوم يمكن أكثر. وإن شاء الله كمان يكونوا اللي عم يتابعونا حبوا يمكن سهرتنا اللطيفة. شكرا لكل حدا تابع سهرتنا لليوم. بدي أرجع عايد كل الأمهات كل أمهات سوريا. بدي عايد ماما كمان يعني الله يخليها ويخلي كل أمهاتنا يا رب فوق راسنا ويعطيهم القوة ليضلوا قادرين إنه يعطوا. أكيد تيتار بدنا نختم معه بأغنية لحتى هيك نختم بنغم كتير جميل. تفضل. ميرسي. يلا يا تيتار. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.